السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في كل شهر لنا وقفة نحصد من خلالها الانتهاكات التي ما فتئت السلطة تمارسها، ونحن في إحصائية شهر يناير لعام 2014 نحصد انتهاكات درجت عليها السلطة في كل شهر، وتتمثل في اعتقالات للنساء وللأطفال وللرجال. وإحصاء هذا الشهر وصل عدده إلى 92 رجل و13 طفل وامرأتان. أي ما مجموعه 107 حالات اعتقال. الإصابات لدينا 20 إصابة، والمداهمات 91 حالة مداهمة. أما التعذيب والمعاملة القاسية فقد أحصينا 13 حالة، في حين أن هناك حالات ترفع هذا الرقم إلى أكثر من 25 حالة، ولكن لم يتسنى لنا التواصل مع الضحايا باعتبار أنهم خلف القضبان، ولم يتسنى أهلهم أن يوصلوا لنا أقوالهم بشكل دقيق. والاحتجاجات المناطقية وصلت إلى 681 احتجاجا، 681 احتجاج في طول الشهر في كل المناطق. وما أحصيناه من عقاب جماعي، ونقصد بالعقاب الجماعي أن هناك استخداما للغازات وتضييقا على المناطق في ظل هذا الحل الأمني، وصل إلى 316 حالة عقاب جماعي. وهذا المشهد تخلله عدد من الانتهاكات الفظيعة الخطيرة. بدأ ذلك بإطلاق الرصاص في محاولة ادعت فيها السلطة بأنها تريد الإمساك أو القبض على من لديهم أسلحة، وكان ضحية هذا الإطلاق للرصاص الحي الشهيد فاضل عباس، وكان إطلاق الرصاص عليه بصورة لا يمكن أن تبرر، لأنه لم يكن مسلحا، وما وصلتنا من تفاصيل لهذه القضية بأنه كان يقود سيارة وبجنبه شخص تم اعتقاله، والشخص سلم من إطلاق الرصاص لأنه أومأ برأسه أو أنزل رأسه عن إطلاق الرصاص، فذهب ضحية إطلاق الرصاص الشهيد فاضل عباس. فاضل عباس مسلم حينما أعلنت السلطات بأنه أصيب بهذا الرصاص، انتهك حق أهله، لم يعلموا عنه منذ لحظة احتجازه وهو صريعا أو وهو جريحا بجرح قاتل، إلا بعد 18 يوما أخذوه جثة هامدة.
لم تكلف السلطات على نفسها أن تطلع أهله على وضعه الصحي. بجنب هذا الشهيد هناك شاب اسمه صادق جعفر العصفور، أصيب أيضا برصاص في ذات الواقعة ولكن في ظروف أخرى، يعني صادق كان مصاب قبل فاضل وأخذ للعلاج وتم الاتصال بأهله بعد ما يقارب من الأسبوعين 14 يوم، والتقى أهله به في المستشفى ومنعوا من أن يتحدثوا معه في ظروف الحادثة، ولا زال الأهل أهل صادق العصفور الناجي الجريح يتطلعون لأن يتحملوا مسؤولية علاجه أو أن يرعوه من الناحية العلاجية، لأنهم لا يريدون أن يفقدوا ابنهم، ولكن السلطات لا تعطي مجالا في هذا الموضوع ولا تدعهم يقومون بواجبهم تجاه هذا الشاب. وصادق العصفور ليس مطلوبا، لم يكن مستدعا، ليس عليه أي قضية. التفاصيل المتعلقة باستشهاد فاضل عباس وإصابة صادق العصفور واعتقال شابين آخرين اتضح من خلالها بأن هناك تضاربا في تصريحات وزارة الداخلية والنيابة العامة، وأن سبب الاعتقال أو سبب الحادثة هو ليس وجود أسلحة إطلاقا، وإنما هو محاولة لاستدراج شخص مطلوب. حتى يستدرج شخص مطلوب يمكن أن يقتل شخص أو شخصين. نعم، هناك تضارب أولا بين البيان الذي صدر من وزارة الداخلية في ذات اليوم الذي حصل فيه الإطلاق، صدر البيان في الساعات الأولى من تاريخ 9 يناير، ولزمت وزارة الداخلية والنيابة لزم الصمت حتى فقد حياته الشهيد فاضل عباس، وخرج بيانان من وزارة الداخلية وبيان من النيابة العامة. وزارة الداخلية لم تدعي في واحد من هذه البيانات الثلاثة أن هناك مصابون من الشرطة من رجال الأمن، في حين أن النيابة تتحدث عن إصابات في أوساط رجال الأمن. النقطة الثانية أن كانوا يتحدثون عن وجود أسلحة ومحاولة وضع كمين لهؤلاء الأفراد، لم يكن هناك حديث إطلاقا عن وجود أي أسلحة، وإذا كانت أسلحة وإذا سمعنا عن أسلحة في كل الدنيا لابد من أن يكون هناك إثباتا مستقلا واضحا يدلل على مصداقية أي ادعاء. أنا أتساءل من موقعي مراقب، لم تستطع الدولة في تصريح واحد أن تقول أن هناك إطلاقا لرصاصة واحدة من هذا الكم الهائل الذي يتحدثون عنه من الأسلحة بوجود أو في أيدي الذين تم اعتقالهم. يا سبحان الله، كل هؤلاء الذين يملكون الأسلحة من الشباب الذين ذهبوا في أحكام قاسية وباتهامات ظالمة جميعهم معصومون ويملكون قدرة جامحة على أن لا يضعوا يدهم على الزناد، في حين أن السلاح الذي تم قتل صادق فاضل عباس به تحفظت عليه النيابة العامة واعتقلته وأبقت السلاح بيدها، في حين أن القاتل لا نعرف ما مصيره. وهذا وجه بسيط ومحدد من أوجه الإفلات من العقاب. سيكون هناك تقريرا عن هذه القضية بشكل واضح وشفاف عندما تكتمل المعطيات.
اليوم أصبحنا وهناك امرأة تدعى أسماء حسين رحمة الله عليها، وبذات الأسلوب الذي تتعامل به السلطات، ولم تتوقف منذ 2011 إلى الآن بدخول البيوت بدون إذن أهلها، بالقفز وبالتسلق على الجدران أو بالانتقال من أسطح إلى أسطح حتى يصلوا بيت فلان أو علان. هذا أسلوب رخيص ومنحط وسافل. أنا لا أعرف كيف تقبل هذه السلطة التي تدعي بأنها تحترم حقوق الإنسان وأنها تلتزم القانون وأنه ليس أحد فوق القانون، تتكرر مثل هذه المداهمات، وأنتم سمعتم بأن مداهمات شهر يناير وصلت إلى 91 حالة مداهمة. وأنا أؤكد دائما أن كل رقم نقدمه في تقاريرنا هو ما أحصيناه وليس ما هو واقع بالفعل، لأن أي رقم نعطيه هو رقم يقيني، ما يعني أن الرقم الحقيقي بالفعل أكبر من ذلك، لأننا لا نستطيع أن نحصي كل حالات الانتهاكات. هذه الإمرأة التي ذهبت مظلومة شهيدة محتسبة وقعت إثر صدمتها، كما حصل للشهيد عبد الغني الرئيس، كما حصل للشهيدة عزيزة عبد العزيز في البلاد. يدخلون، وهناك عدد من الحالات لم توثق، وإنما قال لنا أهلها بعد ذلك أن امرأة سقطت في دورة المياه في منطقة دار كليب. كثير من الحالات نحن لا نسمع الناس تتحدث عنها في حينها، لأن السلوك المنتسبي الأمن في وقت الاعتداء على الأهالي في بيوتهم الآمنة، وهذا وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق، كيف تتم مداهمة البيوت بما يحدث ترويعا وتخويفا وترهيبا للآمنين في البيوت. هذه الإمرأة أتحدى إذا اهتم أحد من السلطات في التحقيق في قضيتها، ولكن في المقابل صديقة البصري تذهب خلف القضبان وهي إمرأة أيضا لأنها جرحت مشاعر ضابط، فتذهب خلف القضبان لجرحها مشاعر ضابط، وإمرأة تقتل بهذه الطريقة أو تموت إثر هذه الحالة وإثر هذا الترويع وإثر هذا الترهيب لا يهتم أحد بها. هذه مفارقة تدلل على أن قيمة الإنسان في البحرين لدى النظام ولدى السلطات لا وزن لها. كل ما تقوم به السلطات منذ 2011 إلى الآن وإصرارها على ارتكاب هذه الانتهاكات هو القصد منه هو كسر هذه العزيمة، عزيمة شعب يريد أن يحقق مطلبه، ولكن هذا فاتورته عالية جدا، باعتبار أن القرار الأخير الذي صدر من البرلمان الأوروبي والذي يتباكى اليوم النواب في مجلس النواب على كيف يمكن لمندوبي السلطة ومبتعثي السلطة في كل مكان، كيف لا يستطيعون أن يوقفوا هذا النوع من القرارات؟ لأن هناك واقع لا يكذبه عقل، لا يكذبه مراقب، هذا هو الواقع القائم. إذا كانت السلطة لا ترى هذه الانتهاكات فعليها أن تؤسس أو تسمح بتأسيس مؤسسات حقوقية محايدة ذات مصداقية، ليست بأسماء سلطوية وإنما بأسماء أهلية مخلصة ذات مصداقية ولها سمعتها يعني مستقلة ولها سمعتها في العمل الحقوقي، ستكتشف حجم هذه الجرائم في كل يوم. صادق الشعباني أسبوعان جاءوا به من بلد آخر إلى هنا يبخلون حتى باتصال إلى أهله للقول بأن صادق الشعباني لدينا موجود وهو في التحقيق. أليس هذا إرعاب لأهله؟
أليس هذا إيذاء لأهله؟ الجريمة شخصية، ما ذنب أمه، ما ذنب زوجته، ما ذنب أهله، ما ذنب محبيه وهم في خارج السجن؟ أن يعرفوا ما هو مصيره، بل أن محاميا تقدم إلى النيابة العامة ليسجل أنه مختفيا اختفاء قسريا ولم يتقبل شكواه. إذا كان النظام يرتكب هذه الانتهاكات ويرفض أيضا حتى توثق هذه الانتهاكات، هذه جريمة مضاعفة. معاناة السجناء مؤلمة جدا، السجون مكتظة، الزنازين يتواجد فيها المعتقلين والمسجونون بأرقام مضاعفة ولا مبالغة، لأن الغرفة ربما أو الزنزانة تكفي 6 أشخاص وفيها 12 أو 14 شخص. الماء ينقطع عنهم في الشتاء، لا يسمحوا بإدخال الملابس الشتوية لهم. كل هذه بعين الأمانة العامة للتظلمات التي ذهبت إلى السجن وخرجت بتقرير ووضعت ملاحظاتها دون أن يكون له صدى على الأرض، وهذا أيضا بعين المراقب المفتش العام في وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية واللجان الحقوقية في مجلس الشورى والنواب. من يمنعكم أن تتعرفوا على هذه الجرائم بحق السجناء؟ هنا لابد من أن تعرف السلطة ويعرف الإنسان ويعرف المتهم ويعرف المراقب بأنك إذا سجنت إنسانا وحرمته من حقه في الحرية فلا يشرع لك القانون أن تتجاوز على أي حق آخر له، حقه في النوم، حقه في الرفاه أن يترفه ويخرج من زنزانته هنا وهناك، حقه في الاتصال، حقه في المأكل، حقه في العلاج والرعاية الصحية. وهذا ما يعاني منه السجناء، ويشهد بذلك رسائلنا وتواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يعانيه هؤلاء السجناء. هناك من السجناء من يعاني من مشكلة أو يعني تسببت بها عملية تعذيب أو عملية الملاحقة، كسر في رجله أو في كتفه أو في رقبته كما هو حال عبد علي السنجيس أو أحمد المقابي حينما عذبوه وأجلسوه على قنينة، أو بعض الإخوان خصوصا سجناء متهمي الخمسة طن، أو سجناء في قضايا أخرى أو قضايا الاختطاف التي كانت في 2011 إلى الآن يعانون من مشاكلهم، كفتحي يعاني من مشكلة في إذنه وأسنانه وكتفه، وشباب المتهمين بقتل الباكستاني أو الوافد في المنامة يعانون من أمراض. أيضا علي الطويل موضوع في السجن لمدة 3 أعوام في غرفة انفرادية، وهذه جريمة كبيرة جدا لو حوسبت البحرين بكل البحرين بكل مسؤول فيها عن هذه الجريمة لما استطاعوا أن يبرروها لأحد. المجتمع الدولي والقانون الدولي يحرم، يمنع منعا قاطعا عن وضع أي سجين فيه سجنا انفرادي. وعلي الطويل ذو 18 أو 19 ربيعا يقضي 3 أعوام في زنزانة انفرادية ويعاني من أمراض وتدنت حالته. هذا هو وضع السجون. الاعتقالات مستمرة، التشريعات التي تضيق على الحريات مستمرة، وفي المقابل تقول الحكومة بأنها اتفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتأتي من أجل العمل على الحصول على الدعم التقني وتبادل الخبرات وهذه الأمور. أنتم تريدون أن تأتي هذه المفوضية لتكتشف سوءاتكم حتى لا يتوقف إلى اليوم، إلى اليوم الانتهاكات مستمرة. إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي،
هذه جريمة بحق طائفة بأكملها. منذ تربيت في المدارس لم أتعلم حكما شرعيا في المدرسة يتوافق مع ما أدين به، وآلاف الطلاب كذلك لم أتعلم سيرة من سيرة أهل البيت عليهم السلام إلا في المأتم. لم أتعلم أحكام الصلاة، لم أتعلم أحكام الحج، لم أتعلم أحكام الوضوء أو الغسل أو أي حكم من أحكام مذهب الذي أدين به من المدارس. جاءت هذه المؤسسات الأهلية، المآتم والمساجد ومراكز التعليم، وجاء المجلس الإسلامي العلمائي ليقوم بدوره في ما عجزت السلطة أو ما تعنتت السلطة ورفضت أن تقدمه لطلاب المدارس، فتقدمه لأبناء هذا الشعب. وهذا حق لا أقول يكفله الدستور، ولا أقول يكفله القانون الدولي، ولا أقول يكفله الذوق الإنساني، هذا يكفله الشرع، لأن المجلس العلمائي قائم على إيصال رسالته لمن يحتاج إليها. لم يجبر أحدا على تعلم صلاة وصوم وأدب وأخلاق وقيم، وإنما يقدمها لمريديها. وجاء حكم المحكمة لحل وإغلاق المجلس العلمائي. هذا انتهاك صارخ ليس للقائمين على المجلس الإسلامي العلمائي، وإنما لكل فرد يستفيد من عطاءات هذا المجلس. كل هذه الانتهاكات لم تتوقف ولن تتوقف ما دامت السياسة التي تعتمد عليها السلطة أو تعتمد فيها السلطة في التعاطي مع هذا الشعب قائمة على حل أمني. سنبقى نعد الانتهاكات ونذكر أنواعها ونؤكد على أنها حصلت ولا زالت مستمرة ما دامت السلطة مؤمنة بشيء اسمه الحل الأمني لهذا الواقع القائم. ولكن إذا أرادت السلطة أن تعرف حصاد فعلها من العام 2011 إلى الآن، هل هذه القمعة الأمنية المتواصلة والممنهجة والتي يصرف عليها من ميزانية الدولة، هل أتت أكلها؟ عليها فعل شيء واحد، أن تبعد كل هذه الأدوات العسكرية الموجودة في موقع دوار اللؤلؤة، وستجد الناس يذهبون إلى ذات الموقع حتى يثبتوا أنهم لا زالوا يريدون تحقيق ما يريدون، وسيذهبوا بكل سلمية. هذا سيكون مؤشرا واضحا للسلطات إذا أرادت أن تعرف أنها حققت شيء أم لم تحقق. قضاء بأحكام قاسية، إذا كان القضاء عادل والنيابة محايدة لماذا يمنع المراقبون من حضور المحاكمات؟ لماذا يقف المتهم أمام القاضي ويقول أنني تعذبت ويطرد؟ القاضي إذا لم يستمع إلى المتهم أو يعطيه مجالا للتعبير عن رأيه، هو يحكم ذات القاضي بأن محاكمته غير عادلة أو غير عادلة. شهدنا في هذا الشهر أو في شهر يناير إطلاق رصاص أودى بحياة مواطن، واليوم يشيع جثمان امرأة وقعت تحت ترهيب وإرعاب وتخويف ففقدت حياتها مظلومة شهيدة، ولا نعرف إلى أين قررت السلطات أن تذهب في احترامها لحق هذا الإنسان.
من حقه في الكلمة إلى حقه في الحياة. ولكن الحقوقيون سيبقوا يلاحقون كل انتهاكات السلطة في كل زاوية من زوايا البحرين، ونكشف كل الانتهاكات حتى لا تتوقف آلة الإدانات على هذه السلطة إلا أن تتوقف السلطة عن كل هذه الانتهاكات. شكرا. نعم، نحن دائما نتوقع بأن في يعني ذكرى الثورة يرتفع معدل الانتهاكات، الإصابات، الاعتقالات، المداهمات، ذات عملية الرصد تكون أو لا تتضاعف وإنما تنشط أكثر. لدينا تقريرا يتعلق بانتهاكات المرأة بالخصوص، قدمناه إلى الفريق العامل الخاص بمناهضة التمييز ضد المرأة سيداو، كما قدمه أيضا عدد من الجمعيات الأخرى. لدينا تقريرا سنويا للعام 2013 يسلط الضوء على الإحصاءات والأرقام الحقيقية والنماذج واضحة من الانتهاكات التي حصلت والأحكام التي صدرت في العام 2013. ولكن نؤكد بأن منذ تاريخ 19 القادم، وهو يوم وصول وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ستحاول السلطة أن تحسن من ظروف ربما السجناء والموقوفين. وقد سمعنا أن هناك فريقا من الضباط قد زار السجن ويمضي في جولة، وهذه يعني مراجعات موسمية للسلطات ليس لتوفير حق السجين وإنما للتغطية على انتهاكات السلطات لئلا تكتشف من قبل المراقبين. في فبراير القادم أنت تخبرني أم تسألني؟ هذه المنظمة، عفوا، هذا الفريق الذي سيأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيقوم بدوره وفق الاتفاق الذي تم بين السلطات في البحرين وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، متعلق بتقديم المشورة الفنية وتبادل الخبرات المتعلقة بالانتهاكات. ولكن ليس في علمي أن أحدا غير المفوضية سيأتي. المفوضية ستأتي أيضا وستبقى لمدة طويلة نسبيا غير كل مرة. ربما أتحدث عن الحوار القائم بين شعب يريد حقه على الأرض، وبين رصاصة توجه إليه، وبين مقذوف يقتله، وبين غازات خانقة، وبين أعداد هائلة من الملاحقات، وبين محاكمات لا تتوقف. ربما هذا هو الحوار الحقيقي على الأرض، وهناك حوار آخر يتم في غرف الاجتماعات. شكراً.